كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. بدي اقول مشتاقة لكم كتير كتير كتير. اول مرة بحياتي بعمل هالنوع من الفيديوهات اللي هو حغير شكلي كليا. عم حاول قدر المستطاع اعمل شغلات جديدة بحالي، ما بعرف ليش بس عم حب هالشي. مشان هيك لوك اليوم حيكون كتير لوك جديد، اول مرة بحياتي بعمله، وبنفس الوقت حنشوف ردة فعل اهلي شو ممكن تكون. وقبل ما نبلش بالفيديو حطوا لايك وخلونا نوصل ل100,000 لايك لحتى كتر من هالسلسلة كلياتها. اذا حابين تشوفوا اللوك اللي عملته كيف حيكون، سو جست بليز كمل الفيديو لاخر. حاليا حنعمل شعرنا. بعد ما خلصت شعري حاليا ولأول مرة بحياتي ححط عدسات، حطهم وبرجع لكم وخلونا نشوف كيف ممكن يكون. يمكن انا انصدم من حالي لانه انا بعمري ما حط عدسات. لازم نكون جاهزة مشان هرجع شعري لورا وخلونا نشوف شو ممكن يطلع معي. No comment بصراحة. ما بعرف طالعة غريب. خلوني كمل اللوك كلياته ونشوف شو ممكن يطلع معي. حاليا حاسستهم طلعوا كتير 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 حلوين علي، ما بعرف ليش، بس لانه يمكن اول شيء كان شيء جديد علي، بس حاليا عم حسهم بالفعل كتير حلوين، كتير حبيت. بما انه خلصنا من العدسات حاليا لازم نعمل الميك اب وبعدها حنركب الباروكه. الميكب اللي حاعمله حيكون الميكب الكتير كتير كتير ناعم، ما ححط اي شيء ممكن يغير ملامح وشي بشكل كبير او شيء. ححط الشغلات الاساسيه مثل الفونديشن، البرونزر، الحمره تكون شوي غامقه وذاتس ات، ما ححط شيء كاي شادو او شيء. حالي مو حالي، يعني ما حاسه حالي انا نارين، حاسه حالي بالفعل الحمراء، العدسات، الرموش كتير 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 صغير علي. ما بعرف، وما فيني احط اي شيء على عيوني ان كان اي شادو او ماسكارا من تحت، لانه اليوم كنت عامله رموشي فالمره وصتني انه ما احط شيء على عيوني لليوم، فمشان هيك بس حطيت الاساسيات للميك اب وحاسه حالي
كتير طالعة حلوة. والحمر الحمر كتير حبيتها على حالي، كتير حسيتها قوية وجريئة. هاد ميك اب لوك ما بعرف اذا انا ممكن اتجرأ واعمل شي مرة، بس كتير حبيت بصراحة. ممكن اهلي ينصدموا بهاللوك اللي انا حاليا عاملته، انا حقلكن ليش. لانه اهلي متعودين على طول يشوفوني بلوك العادي، يعني انا حتى اذا بتلاحظوا باي حفلة بروح عليها، بحفلات اللي انا بعملها، كل شيء بضلني بنفس اللوك، شعري نفسه، نفس الستايل تبع اللبس، كلياتي بكون على حالي، ما بعمل اي حركة جديدة. ندمانة ليه ما عملت هيك شغلات من قبل لحفلة او شيء. حاليا انا في عندي غرة، ما بعرف كيف ممكن تكون على شعري كمان كعلى اللوك هاد كلياته، كثير على بالي اجربها، ان شاء الله تلبق لي. ويا خلونا نكمل الفيديو. سو جايز، خلونا نروح ونشوف شو ممكن تكون ردة فعل اهلي على هاللوك. شو رأيك ماما؟ حلو. ليك عم تضحكي؟ صرتي وحدة تانية طالعة مو؟ ايه. بس كيف، شي منيح ولا لا؟ هلا عيونك يعني شوي تغيروا، روحتها زرق كان اختلف كثير. ماما برأيها كان لازم حط عدسات زرق، لأنه هذا اللون شوي قريب عن لون عيوني. ايه هيك؟ بس لون عيوني. طيب بس إنه ما بعرف. طب شو رأيك بالغرة؟ بالغرة. سو ماما، إذا حدا شافني من قريبنا شو ممكن تكون ردة فعله؟ ما رح يعرف. ما حيعرف؟ ما. سو جايز، بما إنه ماما كتير عجبها اللوك، حاليا نازلة أخوي شير وتحت بالشارع. سو مشان هيك حأنزل أشوف شو ممكن تكون ردة فعل شيرو علي. شو المنظر مرعي هذا؟ ليك شو حلوة؟ شو حلوة؟ ما حلو؟ طالع مثل الساحرة الملعينة. الساحرة الملعونة. والله ما حلو؟ لا. ليش هيك عم تطلع علي؟ لا، شو المنظر هذا؟ ما حلو؟ والله ما حلو؟ ليه لا؟ ليش لا؟ ها أول مرة بعمل هيك، حطيت على السات؟ بس ليه ما حلو؟ لأنه ما حلو. بس ليه، شو الما حلو فيه؟ ما بعرف، أنا بقلك. ولا يمكن لأنك مالك متعود علي هيك. نو؟ نو جود. حدا عاجبه، بس مشان هيك حنروح بيت جيراننا. ما عم عارف ليش ما عم يحب اللوك، طالعة حلوة. حلو؟ شو رأيك بالشي اللي عملته ميمي؟ حلو، بس من أول ما فتحت الباب فكرت إنه لازم بس ما بعرف مين أنت، بعدين عرفت إنها أنت. هاها، بس هيك ولا هيك؟ سو هالشو، شو رأيك، حلو ولا لا؟ حلو. حبيته؟ طب ليه أول ما فتحت الباب قلت لي ما عرفتك؟ فتح الباب عم بجي بأسرع بسرعة. إيه؟ فما فتح معي، بعدين شحت الشحات بالباب، ففتحنا واحدة. هون شو دخل رجلك بالباب؟ وقت بدأت تطحني ونزل مني دم. لك شو دخل الدم؟ لك شوف شو حعمل لك سحر. طلع على الكاميرا، طلع على الكاميرا. فرجيهم شو صار، فرجيهم شو صار. شيل ايدك. سو جايز، هاد كان كل الفيديو. اذا حبيتوا حطوا له لايك، وكمان خلونا نوصله ل 100,000 لايك. بدي اقول هاللوك كثير جديد علي، كثير حبيته، وما بعرف اكتبوا لي بالتعليقات اذا حبيتوا هاللوك او لا، واذا على بالكم اعمل شغلات جديده من هالنوع. وكمان بدي اقول اشتركوا بالقناه لحتى يصلكم كل شيء جديد انا منزله، وبدي اقول انه انا بحبكم كثير 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 كثير. بستناكم بفيديو جديد. باي باي.